oh بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا عليم اللهم انا نبرا اليك من حولنا وقوتنا ونلوذ الى حولك وقوتك احبتي الكرام يقول الله تبارك وتعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ما معنى هذه الامانه التي تحملها هذا الانسان ووصفه الله عز وجل بعد ذلك انه ظلوما جهولا ورحب بضيفي فضيلة الشيخ أباي محمد محمود الباحث الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين الكرام اليوم حديثنا سيكون ثقيل الله. شيئا ما لأننا سنتكلم عن شيء ثقيل, ثقيل الله. كما قال الله عز وجل بداية ما مفهوم هذه الأمانة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ثم اما بعد فالامانه كلمه ذات بعد عظيم ودلاله واسعه كما ذكر الشيخ محمد الغزالي في مفهوم اخلاق المسلم، اخلاق المسلم تكلم عن الامانه وذكر انها عظيمه وانها ضخمه وانها واسعه ليست مثل ما يتصور كثير من عموم الناس وحق له ذلك الامانه من حيث الاصل تعني الامن والطمانينه والسكينه وذهاب الخوف وبعضهم يقول الامانه ضد الخيانه وبضدها تتميز الاشياء والضد يظهر حسنه الضد لكن اذا اردنا ضبط معنى الكلمه فقد نقول كل ما يؤتمن عليه الانسان كل حق لزمك حفظه واداؤه فهو امانه الله كل حق لزمك حفظه وأداؤه فهو أمانة, أمانة. طبعا وهذا هذا مفهوم واسع وشامل الغزالي قال أساس الأمر أن يدرك المسلم أنه محاسب بين يدي الله عز وجل على كل التكاليف على كل الأوامر والنواهي إذا استشعر المسلم ذلك فهي أمانة يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكل تلك أمانات أي كل ما لزمك أداؤه وحفظه فهو فهو امانه، هذا هو مفهوم الامانه الواسع، بالطبع بعض الناس يتخيل ان الامانه تعني الودائع، تعني نعم الاموال، نعم هذا يتبادر هذا جزء من الامانه وليس هو كل الامانه، الامانه تعني اداء الفرائض، تعني حفظ الاسرار، تعني حفظ الاشياء التي يستامن الانسان على حفظها وحتى قد لا يستامن على حفظها لانهم يتكلمون عن ما يحفظ بعقد، يعني هنالك عقود تقتضي الحفظ إجاء كالوديعة مثلا يستودعك فقد طلب منك أن تحفظ هذه الوديعة هذه أمانة ولكن أيضا عقد الإجارة أيضا هو عقد أمانة لأن الأجير مؤتمن والوكيل مؤتمن ولكن قد تكون الأمانة بغير عقد كاللقطة مثلا اللقطة إذا وجدت مالا ضائعا لغيرك ولم لم يأتمنك عليه ولكن الشارع أتمنك عليه هذه أمانة وبالتالي فهذه كلها من أفراد الأمانات ومن أنواع الأمانات ولكن الأمانة أشمل من ذلك وأعم من ذلك وتعني كل ما لزم الإنسان حفظه وأداؤه الله أكبر نعم في الصغيرة والكبيرة الكبيرة والكبيرة وأنه محاسب على ذلك بين يدي الله عز وجل نعم الله أكبر الله أكبر طيب الأمانة التي ذكرت في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها لا شك أن هذه الأمانة المتخيل أو المتأمل في معنى الآية يشفق على نفسه الله يعني أنت تحملت هذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض مع ضخامتها وعظمتها يعني أبت قال ابن عباس ما رد ذلك الإباء خشية التقصير في حفظ الأمانة هذا هو أساس يعني رفض السماوات والأرض عن تحمل الأمانة والله عز وجل عرض عليها ذلك عرض تخير لا عرض إلزام وخيرها وخير الانسان وفي الحديث يعني الحكيم الترمذي عن عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ادم اني عرضت الامانه على السماوات والارض والجبال فلم يطقنا حملها فهل انت يعني مستعد لحملها بما فيها؟ قال وما فيها؟ قال ان حفظتها اذبت واجرت وان ضيعتها عذبت وعوقبت فتحملها ادم قالوا فما لبث الا مقدار ما بين صلاة الظهر والعصر حتى اخرجه الشيطان من الجنة. لا اله أيوة الا الله. <applause> ما لبث الا مقدار ما بين صلاة الظهر والعصر في الجنة حتى اخرجه الشيطان منها. سبحان الله يعني المدة التي قالوا المدة آدم فقط بين صلاة الأولى أي صلاة الظهر وصلاة العصر حتى أخرجه آدم منها وسوس لهما فالأمانة المذكورة في الآية وبعض حقيقة بعض العلماء يقول هذا مثال والمثال عظيم يعني يدلك على عظم الامانه وانها مسؤوليه عظيمه ان الايه المقصود بهذا المثال وذكر هذه الامور هو المثال لعظم الامانه وانها مسؤوليه عظيمه ما هي هذه الامانه؟ هل هي كلمه التوحيد والعهد الذي اخذه الله عز وجل على على ادم في عالم الذر او الامانه تقتضي الفرائض عموما قالوا هي تشمل كل ذلك تشمل بالطبع ذلك العهد وكلمه التوحيد والفرائض التي افترضها الله عز وجل على الانسان، وتشمل غير ذلك العين امانه والرجل امانه والاذن امانه، وهكذا قال ابن عباس وقال عبد الله بن عمرو وقال غيرهما الامانه تشمل كل, كل ما الله كل ما ائتمن الله عز وجل الانسان عليه من اداء فرائضه والوقوف عند حدوده وكذلك فيما يتعلق بمعاملته بالناس. فهنالك امانات تتعلق بمعامله العبد بالخالق وهنالك امانات تتعلق بمعامله الناس فيما بينهم وهذه الامانه تشمل ذلك فهي ان تؤدى وفق ما اراده الله عز وجل وفق ما امر الله عز وجل به بالطبع مثلا الصلاه ان تقام الصلاه في وقتها وان تقام بشروطها واركانها الزكاه ان تؤدى الصوم ان يؤدى الحج ان يؤدى وهكذا يعني وفق ما شرع هذا من الامانه وكذلك من الامانه حفظ أموال الناس، الوفاء بالعهود، الصدق في الأقوال، الصدق في المعاملات، الـ الـ كل ما يعني ينبغي أن يكون عليه المسلم كل ذلك مما تتناوله الأمانة. فالإنسان ظلوم، ظلوم لنفسه بالتقصير أنه يقصر وكثير من الناس ضيع الأمانة وقصّر في حفظ الأمانة، سواء فيما يتعلق بالجانب فيما بينه وبين الله عز وجل، في أداء ما افترض الله عز وجل عليه، والانتهاء عما نهاه عنه. قصر في هذا الجانب كثير من الناس وكذلك أيضا هو جهول بعواقب تحمل الأمانة لأنه محاسب على التقصير محاسب على التفريط الله عز وجل سيحاسب العباد وسيجد كل شخص ما عمل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد الله أكبر شيخي لو, لو قلنا بأن أساس قيام الحضارة بالمحافظة على هذه الأمانة أصبنا لا شك لا شك أنه قيام الحضارة وانتظام حال الناس وانضباط أمر الناس وسعادة الناس هي بمقتضى أو تقاس بمستوى أداء الأمانة وحفظ الأمانة وكذلك أيضا العكس الفساد والخلل يكون بمقدار تضييع هذه الأمانة وتضييع هذه المسؤولية يعني عندما قال الله عز وجل في, 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 في موضوع الصلاة الذين إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ هل تتكلم عن التمكين؟ التمكين نعم أقاموا الصلاة إيه هذا من الأمانة سبحان هذا من الأمانة والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, والمنكر نعم فكأن هناك رسالة نعم ما بين إقامة و التمكين في الأرض بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أي أن التمكين يحدث عندما ننتهي عن الفحشاء والمنكر نعم إذا حصل الالتزام بأوامر الشرع والانتهاء عن نواهي الشرع إذا حصل ذلك حصل التمكين هذا وعد من الله عز وجل بالطبع التقصير منا والتفريط منا ونحن نريد ما لا نستحق نحن نطلب ونريد ونتمنى ما لا صدقت نستحق صدقت والله نعم يشير. هذا وعد من الله عز وجل وهو لا يخلف وعده لا يخلف وعده ولكن التقصير والخلل فينا في سلوكنا في أدائنا لما لما التزمنا به هذه التزامنا نحن نتحمل الأمانة نعم نعم أنه <applause> <applause> كان ظلوما جهولا هذه الأمانة فطرية في, في الإنسان أم مكتسبة احسنتم هذه الامانه اصلها فطري الله عز وجل خلق عباده حنفاء وخلقهم على الفطره السويه انهم مستعدون للخير هذا هذا اصل الفطره كل مولود يولد على الفطره الجميع كل مولود يولد على الفطره فيه استعداد وقابليه للخير وحتى يعني الفلاسفه و لما اختلفوا كثير منهم ذهب الى هذا ونحن ما نحتاج الى فلسفة ولا إلى غير ذلك عندنا نصوص الشارع تدلنا على هذا الأصل أن, أن الإنسان في أصل فطرته هو مستعد للخير قابل للخير وأن الخير موجود ولكن هذا الخير قد يتعاهد قد يتعاهده الانسان ويصقله وينميه بفعل الخيرات ومصاحبه اهل الخير والطاعات والاخلاق الفاضله قد ينمي هذه البذره الموجوده وقد يغطي هذه البذره بالشرور بالشرور والأعمال السيئة والأعمال الدنيئة وكذا فتترسب عليها تلك الأمور حتى يعني لا يعود لها أثر ولا يبقى لها ولا يبقى لها أثر حديث حذيفة يدلنا على هذا المعنى أن الله عز وجل حديث حذيفة في الأمانة لما حدث يعني عن الأمانة ذكر أن أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الله أكبر نعم نزلت في جذر يعني في أصل أصلها موجود فطري قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة أي أنهم علموا ما ينمي هذا هذه البذرة وهذا الخير وانت شوف الصحابة كيف كانوا وكيف كيف تغير حالهم يعني بعد تلك الأعمار التي قضوها في الشرك والكفر والبعد عن الله عز وجل وكيف تغير حالهم وكيف تغير سلوكهم وكيف يعني إذا البذرة كانت موجودة لكنها تحتاج إلى صقل تحتاج إلى من يكشف عنها ومن ينميها بما تنمى به من الاقبال على الفضائل والخيرات والا فهي اصلها فطري ولكنها قد تكتسب الاصل موجود فاذا لم تكن انت مثلا ذهب عنك هذا الخلق خلق الامانه ووجدتك تكذب، وجدتك لا تفي بالعهد، وجدتك تخون، وجدتك تضيع الامانات التي ائتمنك الله عز وجل عليها من اداء الفرائض والاجتناب النواهي اذا وجدت شيئا من ذلك فانت لا لا تقول انا ما عندي هذه هذه الامانه ليست عندي لا عندك تستطيع أن, تكتسب أن تكتسبها وكل الأخلاق تكتسب كل الأخلاق يستطيع الإنسان أن يكتسبها حتى الجود الجود إذا أراد الإنسان أن يكون جوادا فإنه يستطيع ذلك يستطيع ذلك كيف؟ قالوا الدربة ومجاهدة النفس والتعود أنك تفعل الشيء وتفعله وتفعله بالطبع بداية الأمر سيكون شاقا عليك نعم ثم بعد ذلك ستطمئن إليه نفسك وتجده لذيذا بعد ذلك الله حتى تجد اللذة فيه يعني ليس تكلفا ليس تكلفا إنما تلذذا تلذذا وقد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنه الله ومن يستعف يعفه الله يعني من يستعف معناها يتكلف العفاف والقناعة حتى يرزق هذه القناعة الله عز وجل سيعينك سيعينك على ذلك وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فأنت فقط إذا تفقدت أخلاقك وسلوكك ووجدت خلقا فاضلا يعني ليس عندك فيمكنك أن تكتسبه وأن تحوزه ورمضان مدرسة لتعلم الأخلاق واكتساب الفضائل واكتساب الفضائل مم. لأنه يعودك على كظم الغيظ مثلا أنك سبحان الله يعني لماذا الصائم يقال له والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. طب شهر كامل وأنت على هذا الخلق، حري بك إذا خرجت من رمضان أن أن يبقى هذا الخلق طبيعة لك. سجية سجية صحيح. نعم أن يبقى سجية لديك، كظم الغيظ، قول الفضائل، اجتناب الرذائل، فعل الأمور الحميدة، تجنب الأخلاق السيئة، كل ذلك ارتباط القلب المسجد بالمسجد نعم, نعم. وهكذا وقد قال الشاعر يقول والنفس كالطفل الله. ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم النفس هكذا يعني انت اذا الزمتها بفعل خصله من الفضائل فانها ستلتزمها وتنقاد لك واذا تركتها فهي ايضا شرود نفور تحب الكسل تحب البطاله تحب الهوى والانسان بالطبع هنالك الشيطان وهنالك النفس الاماره وهنالك الهوى هذه نوازع الشر تتكالب على نفسك فتقودها وتجذبها إلى ما هي عليه فأنت تحتاج إلى مجاهدة وبالتالي فالأمانة يستطيع الإنسان أن يكسب الأمانة وأن يتحلى بهذا الخلق العظيم الفاضل إذا افتقده في خلاله وخصاله وأخلاقه إذا افتقد هذا هذا الخلق فيمكنه أن يكتسبه أيضا في الشيخ يعني ما تفضلتم به من عندما تسلسلتم في الأخلاق والأمانات هي عقلا ممكنة يعني لا يستطيع واحد ان يقول والله عقلا غير ممكن ان اكون كريم، مستحيل. يقول لا يا اخي عقلا هذا شيء ممكن. لا شك. او ان تعطي للناس حقوقهم. هذا ممكن. وكم وكم من حقائق عقليه اصلا لا اساس لها. نعم. يعني لكن هو يحاول ان ان يقنع نفسه بهذا، يقول كيف؟ هذا شيء طبيعي، انا يقول لك حتى لو حاولت ممكن ايام ثم يزول. نعم. لان الطبع يقول لك اقوى من التطبع، لا، حتى التطبع يكون طبعا. التطبع معم. التطبع اللي هو تكلف فعل الشيء يكون طبيعه لك ويكون سجيه لك يوما ما عندما يوما ما يوم ما. يوم ما لكن الله. تحتاج الى بيئه نعم تحتاج الى بيئه وهذه بيئه من اهم ما ت... يعني تكتسب به الاخلاق مصاحبه من يتصفون بهذه الصفه صحيح. بهذه الصفه هذا مهم جدا وكذلك الدعاء ابو هريره رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله اخبر الله. ان من اول ما يرفع الامانه لا اله الا الله اول ما يرفع الامانه قال فسلوها الله عز وجل يعني أن الواحد يسأل الله عز وجل للأمانة فالدعاء أيضا هو من أعظم الأسباب التي تكتسب بها تكتسب بها الأمانة طبعا مع الدربة والمجاهدة ومصاحبة أهل الفضل واتخاذ البيئة الطيبة الصالحة التي تعينك كل هذه أسباب تستطيع بها أن تكسب هذا الخلق وأي خلق أردته أي خلق فاضل أردت أن تكسبه فتستطيع أن تكسبه نعم. شيخي هنا لعل البعض يعني يتبادر الى ذهنه سؤال عندما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. كلمة نعم. كل هنا. خطين حول نعم أو قوسين حول كلمة كل. طيب هناك الكافر وهناك الملحد وهناك من لم يسمع حتى عن محمد صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم يعيش في أماكن بعيدة عن الإعلام وعن التواصل. فهل هذا الطفل الذي يولد أيضاً يولد على كلمة لا إله إلا الله؟ هو نحتاج إلى أن نقول ما هذه الفطرة التي يولد عليها هل الفطرة هي التوحيد وكأنك تنزع إلى هذا المنزع طبعا هذا قول من الأقوال التي قيلت في هذا ولكن الفطرة قيل هي القابلية للخير وليس معنى ذلك أنه يولد موحدا مسلما قيل يولد كذلك ولكن في الحقيقة ما, ما في دليل على هذا وإن كان حديث يعني فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى قالوا قيل أو يمسلمانه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقرب، فالإنسان يولد على فطرة أي صفحة بيضاء قابلة للخير ونوازع الخير فيها أقرب، معناها هي إلى الخير أقرب، أقرب من الشر. وهذا الخير القابلية الموجودة له تحتاج إلى أن تنمى، إذا ولد في بيئة صالحة طيبة فهو يمشي مع تلك الفضائل ونحكم له بالاسلام ولو لم ينطق بكلمه الاسلام يعني امامنا نعم نحن الان نحكم للناس بكونهم مسلمين لانهم ولدوا في بيئه مسلمه في بيت نعم مسلم بين ابوين مسلمين مع اننا ربما لم نسمع من احدهم يوما اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واذا ولد في بيئه اخرى فانه يحكم له بحسب تلك البيئه التي ولد فيها ولكن قابليه الخير موجودة, موجوده، ولعل هذه هي الفطره التي ولد الله او يولد المولود عليها، كل مولود يولد على الفطره اي القابليه للخير، نعم. لو ترك قيل لو ترك لاختار الايمان الخير. ولاختار الخير، نعم. سبحان الله، استاذنك شيخي ابو احمد في فاصل قصير، اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، ابقوا معنا. من جديد اعزائي المشاهدين واليوم نتحدث عن الامانه هذه الامانه العظيمه التي تحملها الانسان والهدف والغايه من هذا الحديث هو ان لا يمر علينا الا ونراجع حساباتنا هل لدينا امانات قصرنا فيها هل لدينا امانات مع الناس مع الله مع الاقارب مع الارحام قصرنا فيها فلنؤدي اليوم الامانه قبل ان ياتي يوم لا درهم ولا دينار وانما حسنات وسيئات، وإنما هي حسنات وسيئات. أعود إلى شيخي أباي محمد محمود أبو أحمد، الأمانة العلمية يعني حال نستمع للكلمة هذه يقول من من باب الأمانة العلمية يا أخي ومن باب الأمانة العلمية ما معنى هذا المصطلح؟ أي نعم هذا يدلنا على شمول مفهوم الأمانة وسعة هذا المفهوم أنه يتناول حتى الجانب العلمي والجانب العلمي فيه أمانة والأمانة حقيقة في كل مناحي الحياة هنالك أمانات الأمانة معناها الالتزام وفعل ما ينبغي فعل ما ينبغي أنت حينما تنظر إلى الجانب العلمي تجد أن الأمانة أن تؤدي القول أو أن تؤدي العلم كما سمعته نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع هذا من الأمانة العلمية حينما تغير وتبدل هذا ينافي الأمانة العلمية كذلك أيضا في نسبة الأقوال إلى قائلها من بركة العلم أن ينسب إلى قائله ومن الصدق في العلم أن تنسب الفائدة إلى مفيدها كما قال سفيان وغيره فالأمانة العلمية تقتضي ألا يعني نأخذ أفكار الناس وعلوم الناس وننسبها إلى أنفسنا نصادر أقوال الناس مثل ما يفعل بعض الباحثين وبعض الناس يأخذ افكار الناس، مقالات الناس، جهود الناس، اعمال الناس وينسبها الى نفسه. فما يشير الى المصدر، ما يشير الى القائل، ما يشير الى هذا كله ينافي الامانه العلميه، ومجمع الفقه الاسلامي في دوره مؤتمره الخامس نص على ان هذه الحقوق المعنويه و هي حقوق الملكيه الفكريه انها حقوق معتبره شرعا. سبحان الله نعم، وانه لا يجوز للانسان ان يعتدي عليها بل صارت يعني لها قيمه ماليه معتبره. اعتداؤك عليها قد يعرضك لي أن تغرم يعني مالا ليست المسألة مجرد أنك نسبت قولا إليك أو لا فأنت هنا قد تتعرض لعقوبة مالية بسبب اعتدائك على هذا الحق الفكري وبالتالي فهي حقوق مصونة شرعا لأصحابها ولا يجوز الاعتداء عليها فإذا أخذت قولا فانسبه إلى مصدره وإلى قائله فهذا أمانة يعني أنك لا تتشبع بما لم تعطى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. التشبع بما لم تعطى يعني انت هذا المقال تنسبه الى نفسك. تاخذ هذه الفكره العظيمه وهذا الجهد العظيم وتغير اسمك نعم عليه و... تغير فيه تغييرا بسيطا لا يعتبر ثم تكتب اسمك عليه او فهذا ينافي الامانه العلميه، فالامانه العلميه هي جانب عظيم مهم جدا وفي الحقيقه ماذا يترتب عليه من المصالح وما يترتب عليه من الفاسد عظيم. لانك اذا صادرت جهود الناس ولم يكن الناس يامنون على اعمالهم الفكريه واعمالهم هذا يؤدي الى خلل يؤدي الى ان يصابوا بالاحباط لان جهودهم عرضه لان تسرق لان تصادر وينسبها كل شخص الى نفسه ومن هنا جاء هذا القرار الذي صدر عن مجمع الفقه الاسلامي بحرمه هذه الحقوق وصيانتها وان لها حقا ماليا معتبرا وانه لا يجوز الاعتداء عليه يعني التأليف الاختراع الابتكار يعني هذه البرامج التي تبتكر هذه المؤلفات والأفكار كل هذه هي حقوق مصونة لأصحابها شرعا ولا يجوز أن يعتدى عليه رحم الله الشافعي عندما قال ليت كل هذا العلم <applause> يعني أيضا شيخي يعني مسألة نظرة الإنسان لنفسه وهو يريد أن يطبع كتابا له وأن يبقى صدقة جارية له وفي هذا العمل الخير هو يعني أراد لنفسه شيء وأراد لإسمه نصيب وأراد أظن يعني هناك تناقض في داخل هذا الإنسان يعني لا يوجد توافق ما بين أن أسرق جهد لآخر وأضعه في عمل وأقول يا ربي أرجو أن تتقبل مني <applause> أبو حنيفة جاءه سائل وقال أنا أريد أن أتاجر مع الله نعم الله سؤال عظيم. إيه نعم قال كيف يعني فكرة يعني فعلا هذا يعني يعني شيء عظيم انك تتاجر مع الله عز وجل. فقال انا اريد ان اخذ من اموال الاغنياء واعطيها للفقراء، اسرق من اموال الاغنياء. اسرق؟ اي ويسرق او يغصي. نعم يعتدي على اموال الناس ويتصدق بها. جميل. فقال له انت ما, ما تتاجر مع الله؟ تتاجر معه <applause> <هيت شار> مع <applause> الشيطان، يعني انت الان تسرق فتكتب عليك سيئه، وتتصدق فلا يقبل فلا تقبل منك صدقتك. نعم. إن الله طيب نحن الله طيب لا يقبل إلا طيبا هذه حقوق الناس وأموال الناس فلا تعتدي عليها وبالتالي فأنت حينما تؤلف هذا المؤلف وتعتدي على حقوق الناس وأفكار الناس وعلوم الناس وتنسبها إلى نفسك ثم ذلك تسأل الله عز وجل لك الويل لا تزني ولا تتصدقي يا أخي أنت إذا أردت هذا العمل فعلا كنت تريد به وجه الله عز وجل فالتزامك بمقتضى الأمانة العلمية هذا هو هو الذي تتقرب به إلى الله عز وجل وهو ما ينبغي أن تسأل الله عز وجل أن يتقبله منك أنك لم تنسب قولا إلا إلى قائله ولم تعتدي على قول ولم تعتدي على حق لغيرك هذا هو ما تتقرب به إلى الله عز وجل وأما أن تأخذ جهود الناس وعلوم الناس ومعارف الناس وتنسبها إلى نفسك فأنت الله <applause> لم تتاجر مع هنا قبل أن ننتقل للمحور الآخر رسالة إلى المعلم يعني هو من اذا تكلمنا عن تدرج الامانه لابد وانه سيكون في المقدمه لان عقول الامه وشباب الامه واطفال الامه عقول اطفال الامه امام هذا المعلم فما عسانا ان نقول في باب الامانه للمعلم تحديدا لا شك ان مسؤوليه المعلم والقدوه عموما هي مسؤوليه عظيمه وهي امانه امانه سيسال عنها وسيحاسب عليها اولا هو قدوه وما يفعله ويقتدى به فيه هو من عمله ومنسوب إليه هو من عمله سنكتب ما قدموا آثارهم هذه الآثار قالوا هي ما تسبب فيه ما اقتدي به فيه من أفعال وأقوال والمعلم قدوة لطلابه والأب قدوة لأبنائه والداعية قدوة للناس وهكذا فالقدوات مسؤوليتهم عظيمه وامانتهم عظيمه وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت استرعيت على هذه الرعيه، هؤلاء الطلاب هم رعيتك، ستسال عنهم يوم القيامه ماذا عملت في هذه الامانه؟ هل علمتهم ما ينفع؟ هل اجتهدت على تخليصهم من الجهل وغرس الخير وابعادهم عن الشر او لا؟ هل كان همك ان تكسب هذه الدراهم فقط وان تضيع الحصه ولا تبالي بما يكون بعد ذلك؟ هذه امانه. اولا كون هذه كان هذا الامر عمل فهو امانه بغض النظر عن قضيه التعليم او التعليم او غيره نعم. اولا هذه امانه والامانه تقتضي ان تتقن عملك وان تؤديه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هذا هذا من ناحيه ثم بعد ذلك هؤلاء النشء وهؤلاء الطلاب هم امانه لماذا لانهم ياخذون عنك ولانهم يصدرون عنك ويفعلون ما تقول ويفعلون ما يرون من سلوكك واخلاقك هم يقتدون بك فيه فهذه امانه ولذلك المعلم يوم القيامه هل يسأل عن عمله فقط او سيسأل عن ما بثه من خير او دعا اليه من هدى، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من عمل به، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل وزر من عمل بتلك الضلاله، طبعا الانسان ما قد لا يبالي بمثل هذه الاشياء يلقي الكلمه ولا يعني لا يظن انه سيحاسب على يموت وتظل هذه الفكره موجوده، ولهذا الغزالي يقول كلمه يقول طوبى لمن مات وماتت سيئاته معه. لا اله الا أيوة الله اي والله يقول طوبى الله. لمن مات وماتت سيئاته, سيئاته معه، والويل كل الويل لمن مات وبقيت سيئاته بعده سنوات وسنوات. الله اكبر. نعم يعني الان الان الافكار موجوده، الاقوال موجوده. التنشئة والتعليم كل هذا أنت غرست هذه الأفكار وغرست هذه الأشياء والمغنم بالمغرم والمغنم بالمغرم هو الآن يعني الجلسة التي يجلسها المعلم أمام طلابه لا يستطيع الأب أن يقوم بهذا المقام أو أن يجلس معه ابنه ساعة أو ساعتين أو ثلاث في اليوم بينما المعلم في كل يوم يجلس من الصباح إلى الظهر نصف اليوم وهو يقف امامه فيلتقط منه كيف يتكلم ويلتقط منه انفعالاته ويلتقط منه كلماته وحماسه وما منا من احد الا وفي ذاكرته رجل. نعم والأدهام من ذلك والأمر اذا كان هنالك تناقض بين الافعال والاقوال. اذا كان يعلمه الصدق ويرى منه الكذب. اذا كان يعلمه الامانه ويرى منه الخيانه. هذا من هذا من اعظم ما يكون. أنت الآن تقول له لا فائدة لما تسمع، ولا قيمة نعم. لما أعلمك. يعني أنا أقول لك شيء ولكن هذا شيء فقط تسمعه ولكن التطبيق العملي في الحياة لا علاقة له بهذا. هذه مشكلة. كيف. وقالوا يعني أهل التربية يقولون بأن ما يأخذه هذا هذا الطالب مما يرى منك هو أعظم بكثير مما يسمعه منك. لأن عينه عليك. وبالتالي فهذا القدوة في الحقيقة مسؤوليته عظيمة جدا. وقد ذكرت في مستهل الكلمه انه يحاسب على اثار افعاله واقواله التي سيزرعها وستبقى في سلوك هؤلاء الطلاب من صدق من خير من كذا حسب ما علمهم تجري عليه حسنات او تجري عليه سيئات فليعد لذلك العده وليعلم ان ما يقوم به من نشاط وعمل ليس مجرد وظيفه يؤديها، لا، نعم، مختلف لا لا مختلف, مختلف تماماً, تماما، وهذا في الحقيقه يحتاج الواحد ان يذكر به نفسه، انه كثير من هذه الاعمال التي يظن الشخص انها مجرد وظيفه، هي ليست وظيفه. انت الان تفعل خيرا او تفعل شرا، انت تفعل افعل مما تنال به رضوان الله عز وجل، وقد تنال به والعياذ بالله سخط الله عز وجل. بالتالي فليست المسألة مجرد وظيفة يؤديها الإنسان بل هذه أمانة وهذه مسؤولية عظيمة أنت تغرس خيرا أنت تعلم أجيالا أنت تصنع نشأ لمستقبل هذا هؤلاء هم مستقبل هذه الأمة الله تخرجوا الله على يديك فأحسن العمل وأخلص النية وأدي الأمانة على وجهها لتسلم ولتغنم إن شاء الله تعالى, الله تعالى. الله. الطالب عندما يأتي إلى الصف ويرى الأستاذ أمامه فهو ينظر إلى قامة عظيمة إيه وكل ما سيقوله خاصا في البداية يعني رواه البخاري ومسلم إذا قال الأستاذ فقد رواه البخاري ومسلم الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول ابنتي تقرأ فأخطأت فصححت لها فنظرت إلي وقالت المعلمة تقول كذا فالمعلمة <تصفيق> <تصفيق> نعم صحيح نعم شيخي لو انتقلنا على أهمية الأمانة بالنسبة للفرد والمجتمع في الحقيقة الأمانة نحن ذكرنا أنها في جميع مناحي الحياة وشؤون الحياة أنها ليست خاصة مثلا بمعاملة أو بأداء وظيفة ما لا الصلاة أمانة صحيح ولكن أيضا معاملاتنا فيما بيننا أيضا هي أمانة وحفظنا لأسرارنا أمانة حفظنا لي أو وفاؤنا بعهودنا كل ذلك من الأمانة وفي الحقيقة يلخص هذا المفهوم أو هذا المعنى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب هو يقول ما خطب فينا إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له لا إله إلا ولا دين لمن لا عهد له كل ما يخطب يذكر طبعا هذه هذا يدلنا على كثرة ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من من عدم من الاخلال بالامانه وعدم الوفاء بالامانه وعدم الوفاء بالعهد انه ما خطبنا الا قال لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له وذلك يدلنا على عظم الامانه، و اثر عظم اثر الامانه، وانه بالامانه يصلح حال الناس، وانه اذا اختلت الامانه فسد حال الناس. صدق الامانه اذا وجدت انضبط امر الناس وحالهم، وايضا كثر الخير والطمأنينه في النفوس. انت الان الامانه تعني الصدق في المعامله. نعم تعني الوفاء بالعهد العهود. تعني حفظ الاسرار. تعني اداء ما افترض الله عز وجل عليك من صله الرحم ومن اداء الواجبات من اداء كل هذا تعنيه تعنيه الامانه وبالتالي فاذا وجدت الامانه صلح حال المجتمع وصلح حال الفرد والمجتمع ما هو الا افراد صدق فمعاملات المجتمع فيما بينه تقوم على الامانه اذا وجدت الامانه فامر الناس منتظم واذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله لماذا؟ بسبب الفساد والشر الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق وكلما اقترب موعد الساعه كلما قل الخير فاذا ذهبت الامانه فقد قل الخير جدا جدا فانتظر الساعه ابدا انتظر الساعه لماذا؟ لانها لا تقوم الا على شرار الخلق ما في صدق في الحديث ما في وفاء بالعهود يعني انت تخاف من اخيك وتخاف من كل من تعامل تخاف من جارك تخاف من جارك وتخاف من تشتري نعم منه وتبيع منه نعم ولا تأمن شخص تراه يصلي ولا تأمنه لأن تقول هذا بالتالي انه الامانه غير موجوده، لكن الامانه موجوده، امر الناس منتظم، امر الناس منضبط، اعمال الناس قائمه، الربح موجود، الخير موجود، البركه موجوده. لان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فان خانه خرجت من بينهما. الله نعم شيخ أبو أحمد استأذنك كذلك فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا الله من جديد أعزائي المشاهدين وما زلنا نتكلم عن الأمانة نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهلها في الدنيا والآخرة حتى نحتفظ بحسناتنا هنا كاملة إلى أن ندخل دار القرار بإذن الله تعالى شيخي يعني سؤال ثم ننتقل إلى محور آخر وهو الموظف الذي يعني هو يفتي نفسه ويقول أنا راتبي قليل وجاري راتبه تقريبا ضعف راتبي ونحن نعمل في نفس الوقت، فإذا انا عملت نصف الوقت فقد أديت كل ما علي، وإذا يعني عملت بنصف, بنصف الجهد فأديت الأمانة التي ائتمني الله عز وجل عليها، فماذا نقول؟ آه نقول لا شك أن الشيطان يخدع الإنسان وأنه لا بد أن يجد له مسوغاً لما يفعل، ولا بد أن يجد مبررات ومسوغات لما يفعل، وهذه حجة يعني واضحها أنها قد تكون مقبولة ولكن في الحقيقة وفي مقياس الشرع ومنظار الشرع ليست مقبولة وليست صحيحة أنت بينك وبين هذه الجهة أو بينك وبين هذا الشخص أو بينك وبين كذا عقد أنت رضيت بأداء هذه الوظيفة مقابل راتب معين مام. وهذا الشخص أيضا هو اتفق مع هذه الجهة أو مع هذا الشخص على راتب معين لا ظلم نقول أنت مظلوم وأنت مغبون وأنت كذا وأنت لا تقاس الأمور بهذا المقياس المقياس هو العقد الذي بينك وبين جهة العمل أنت عليك أن تقوم بعملك على وجهه وفق ما اتفق عليه في ساعاته في الأعمال الموكلة إليك لا تخل بشيء منها ليس لك أن تؤدي العمل في نصف الوقت أو تؤدي بعض العمل وتقول هذا يساوي الراتب لا هذا ليس لك وانت محاسب على التضييع والتقصير وهذا اخلال بالامانه التي ائتمنت عليها وهذا يدخل انت هنا عندك مشكله راتبك قليل وربما تذهب البركه ايضا من هذا الراتب لا القليل إله إلا هي والله الله. هذه مشكلة نعم والله شيطان حصلت. خبيث الشيطان ما هو ما هو بسيط بس لابد ان ياتي بمصور لابد يأتي بمبرر. طيب كيف كيف اخرج ادم من الجنة؟ <applause> لا اله الا الله ما نهاكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور نعم شيخي هذان الامران هما سبب كل المشاكل اللي موجودة اليوم نعم الملك والخلود الملك والخلود نعم والشهوة كما يقول ابن القيم لما رد أصناف الأخلاق إلى أربع أصول ذكر منها الشهوة والشهوة هذه شهوة مال شهوة جاه شهوة كذا شهوة كذا فأنت مرد سوء الأخلاق وتردي الأخلاق وارتكاب الإنسان للموبقات يحمله عليها الشهوة البخل والشح والحرص وكذا والطمع كل هذا سببه الشهوة ولذلك حتى الأمراض التي ذكرها الأمراض القلوب على قسمين مرض شهوة ومرض شبهة <applause> مرض الشهوة يشمل الشهوات التي تحمل الانسان بالطبع على عدم الوفاء بالامانة، على ظلم الناس، على البخل وعدم اداء ما افترض الله عز وجل، كل... كلها شهوات. فشهوة المال تحمل هذا الانسان على على ان يقصر وعلى ان يفرط، والاشكال كما ذكرنا هو في انه سيوكل الى راتبه والله عز وجل لن يبارك له في هذا الراتب وسيسأل أيضا عن تقصيره لأن هذا التقصير هو حق للغير هو حق لهذه الجهة حق حتى ولو كان حقا عاما للمراجع الذي يأتي نعم والمراجع هذه لكن لأن بعض الناس يتجرع على الحقوق العامة وظائف الدولة وال يرى أنها ليست من العقد نعم كلام لا بل بعض العلماء كثير من العلم يرون ان المال العام اشد حرمه من المال الخاص لانه لا مطالبه يعني اذا صاحبه شحيح وحريص عليه يحاسبك عليه المال العام قد يكون دوله بين الناس ويعني الامر هو موزع بين الناس وبالتالي ف يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامه لا اله الا الله وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرات شديده انه ما تغل شيء من هذا المال العام إلا جئت به يوم القيامة ولو كان مخيضا ولو وأنت تعرف قصة مدعم هذا غلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما غل شملة ذوب ذوب يسير من الغنيمة وهو له فيها حق له فيها حق لكنه أخذها, لكنه بغير, أخذها بغير حق قبل أن توزع وأصيب بسهم فقالوا هنيئا له الشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمل التي غلها من الغنائم تتشتعل عليه في نار جهنم لا اي والله الله مع ان بعض الناس يقول لك انا لي لي حق في هذا المال العام الدوله مقصره معي ما تعطيني كذا وما تعطيني لي حق فيه فانا اخذ ما تاخذ مقدار حقك تاخذ وبالتالي فلا بد للواحد ان يخاف وان يحذر وان يقدم نجاة نفسه على ان يتساوى مع فلان او علان او غير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي ذر يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها امانه ما هو هذا الضعف في سيدنا ابو ذر رضي الله عنه في سيدنا ابي ذر <applause> نعم ابو ذر رضي الله عنه هو من اكابر الصحابه ومن افاضل الصحابه وقطعا من اصدقهم لهجه ومن ازكاهم يعني نفسا واطيبهم قلبا وحبا للخير كان ابو ذر رضي الله عنه هكذا وقد تاقت نفسه الى ما يتوق اليه الناس فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعمله، الا تستعملني؟ يعني مثل غير من الصحابه واليا في مكان وخاصه في انه قد تحدده نفسه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمله لنقص فيه او كذا او عدم رضا، نعم لانك نعم انت دائما سبحان الله تظن انك الشخص الذي توليه انك انه احب الى قلبك من غيره نعم فربما جاءه الشيطان من هذا الباب وقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني المفروض يعطيك مثل ما اعطى الصحابه والا ربما يكون في نفسه عليك شيء او انت دونهم في فربما جاءه من هذا الباب فطلب ان يولى الا تستعملني؟ قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه وهذا تقريب وملاطفه وتأنيس فقال له يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم خوف أبي ذر من الآخرة ويعلم محاسبة أبي ذر لنفسه أبو ذر كان شديدا على نفسه كان المال لا يبقى بيده ساعة ويدعو الناس ولم يستطيع أن يتفق مع معاوية في الشام حتى شكاه وبالتالي فأبو ذر له يعني سياسته الخاصة وله منهجه الخاص في قضية الأموال وتوزيع الأموال و... فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمانة مسؤولية عظيمة وأن الإنسان سيحاسب عليها وأنها يوم القيامة خزي وندامة فهو يخاف عليه يشفق عليه من هذه الأمانة ربما لا يكون يعني أبو ذر صالحا لهذه الولاية ويصلح لغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قدرات أصحابه وقد كان عمر يقول: اعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقه. يعني انا ربما احتاج الى هذا الفاجر حتى اضعه في هذا المنصب، مع انه ربما يكون لديه تقصير في جوانب اخرى، لكن لا يسد هذا المسد الا فلان. وعجز الثقه، الثقه طيب يصلي، يصوم، يفعل ولكنه عاجز، لا يستطيع انه يتحمل هذه الامانه وهذه المسؤوليه في ادارتها وكذا. وهذا في الحقيقه تخويف ايضا من الحرص على الاماره، انكم ستحرصون على الاماره. إنكم ستحرصون على الأمارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستحرصون على الأمارة، ثم يقول فنعمتي المرضعة وبئسة الفاطمة. الفاطمة. نعم. نعم المرضعة في الدنيا يعني شهوات ومنصب ومال وكذا هذا نعم إذا كان إذا كان يستمر لك هذا لكنه لا يستمر. نعم. بئسة الفاطمة، بئسة التبعات التي ستكون عليك إذا ضيعت هذه الأمانة وهذه المسؤولية. فالمسؤولية شأنها عظيم وربما يعني يصرف عنك الشخص من يحبك يصرف عنك المسؤولية حبا فيك وليس وليس يعني إبعادا لك ولا عدم ثقة فيك لا هو يشفق عليك من هذه الأمانة ولذلك عمر رضي الله عنه اصلا رفض ان ان يجعل ابنه من ممن يعني, يعني يعهد اليهم بامر الخلافه. نعم. قال يكفي ان يسال يكفي يكفي الله, أكبر الله <applause> يكفي ذلك فعمر رضي الله عنه يعلم مدى هذه المسؤولية وهذه الأمانة فهو حريص على ابنه ما يريد أن يورطه وأن وبالتالي فكون الشخص مثلا يعني لا يحب أن يكون ابنه في هذه المسؤولية أو صديقه في هذه المسؤولية أو قريبه في هذه المسؤولية ليس معناه أنه قطعا لا يحبني أو أنه يصرف عني الخير لا قد يكون حرص عليك وأراد لك الخير كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وأراد له الخير وهي رسالة إلينا هو يعلمنا هذا المبدأ وهذا المنهج أننا لا ينبغي أن نحرص على الأمارة وأن كل شخص أو الوظائف عموما هي مسؤوليات كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والحديث الذي يحدث في النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية أنه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما تضيعها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهلي لأن يعني الأمانة ضاعت هذا الشخص لا يعدل هذا الشخص يظلم هذا الشخص لا يؤدي العمل على وجهه ضاعت الامانه، فاذا ضاعت الامانه فانتظري انتظري الساعه. نعم. شيخي شهر رمضان نعم الهمم دائما فيه مرتفعه والجو العام ايضا مهيأ. هناك من يتهاون في اداء الامانات وهو يعلم يقينا ان هذه الامانه او هذه او هذا المال هو ليس من حقي وانما هو لفلان ولكن ياتي التسويف واحيانا اذا اراد ان يخرج هذا المال كانه يخرج قطعه من جسده الى وهو ليس حق له يعني هو يعلم يقينا وقد لا يشهد احد على هذا الحق ويفارق الحياه في لحظه او, أو فيبقى تبقى هذه الحقوق عليه وهو لم يستفد منها نعم الحقوق تشمل بالطبع حق الله عز وجل نعم الذي افترض علينا في الاموال الزكوات والنفقات الواجبه على الانسان وتشمل كذلك حقوق الناس تشمل حقوق الناس التي ناخذها ونتعامل معهم فيها وربما تتراكم علينا و يكون ذلك سببا في في ضياع هذه الحقوق. حقوق الناس مبنيه على المشاحه. ودين الله احق ان يقضى ايضا، يعني من ناحيه الزكاه وكذا كذلك المساله انه هذا ما دام حق للناس انا اعطيه وحقوق الله عز وجل لا اعطيها، لا. انت حق الله عز وجل ستسال عنه يوم القيامه. يعني هذه الزكاه اذا لم تؤدها ستحاسب عليها. يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون وكذلك ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم ولا خيل يعني كل انواع الاموال لا يؤدي زكاتها الا جيء بها يوم القيامه اوفر ما تكون ثم يعذب بها في نار جهنم فقضيه هذه لا يحملك الحرص الحرص والطمع والشح شح النفس وعدة الشيطان لك بأنك ستفقر أو سينقص مالك لا يحمل كذلك أبدا على أن تمنع حق الله عز وجل الذي أوجب عليك في المال وهذا المال الذي تدفعه هو ما يبقى من مالك وهو فادفعه نفسك طيبة به لأنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهو طهارة لك وزكاة لنفسك وذهاب لي ونماء لمالك ونماء لمالك فأنت المستفيد وأنت الكاسب من هذا، أنت في الحقيقة لا تصور أنك أنت الخاسر، لا، أنت المستفيد. ولكن هذا المعنى من يعني من يستحضر هذا المعنى؟ حينما كان الرجل الصالح يقول رحم الله من جاءني يحمل لي إلى الآخرة. شوف هذا هذا المعنى لو الواحد استحضره عندما يدفع الصدقة أو يدفع الزكاة أو يدفع الخير يعني قطعاً لن يبخل ولن يرى أن ما يدفعه مغرماً. فضيلة الشيخ باي محمد محمود الباحث الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جزاكم الله خير على هذه الكلمات وهذه التوصيات وهذه الرسائل نفع الله بنا وبكم أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة نستودعكم الله على أمل نلقاكم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته